مرحبا، نحكي معكم عن عرض خيالي بصير في أوتوا كل سنة لمدة 2.5 شهر تقريبا. طبعا هذا اسمه Northern Light Sounds and Light Shows. هذا ممكن تدخلوا على الويب سايت طبعا، لأنه مهم جدا تعرفوا الأوقات. ممكن تشوفوا فيديوهات، أنا ما حاب أحط لك فيديو عشان ما أحرق لكم الشو، لأنه الشو هو هيستوري لازم تسمعوه وتشوفوه. هون دخلنا على الويب سايت تبع الجوفرمنت، زي ما أنتم شايفين السكادجول من جولاي 9 لسبتمبر 8. جولاي بيبدأ الساعة 10 بالليل، أوغست بيبدأ 9:30 بالليل، وبسبتمبر بيبدأ على 9 بالليل. بنتهي في 8 سبتمبر زي ما شايفين. طبعا ممكن تقرأوا معلومات أكثر عنه هون، إشي جميل جميل رائع جدا. هذا اللي راح تشوفوه فعليا، أضواء وأصوات. موقعه بالضبط على البرلمان، ساحة البرلمان. إذا بتنزلوا على الداون تاون وبتكتبوا بارلمنت هيل راح توصلوا لهذا المكان. في باركينجز قريب بتكون كتيرة، بس بكون في ناس كتير لازم تعرفوا. وتجيبوا معكم كراسي، لأنه رح تقعدوا حوالي نص ساعة. جيبوا معكم كراسي عشان تعرفوا تقعدوا، رح تقعدوا في هاي الحديقة قدام البرلمان. هذا اللي ممكن تشوفوه، شيء رائع خيالي جدا، وبروي قصة تاريخ كندا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.